ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيتما ديستما إن شاء الله تبارك وتعالى غدرسد رنسجل التعليم الطهارة منك سيتوضى مسلم منك سيتوضى مسلم، لأنه يجي الأمر اللي يقع الغلط يقول دري العدد أرجس تخلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد المسيح، سواء غلوضو ولا ختاموم ولا بالغسل بغيلي يتويسن أنه الطهارة درس يتلمكن يعظم الدين ربي تبارك وتعالى تلي درسيت المنزلة باهرين قرن درس ربي تبارك وتعالى نتتيان المفتاح يعني تسارو تنتظلت فيغور الزقاو مسلم أو لا يغور الصحي لدونس ولا الطهارانس أتي تظلت نس حتى نتترت نقص أو لا رتبطل ولا رتفسد ولا رقسيلي يا الخلل، لأنه أكلي سنة نتتيان تسارد أو لا المفتاح نظلت غيكلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجفنا داغيتما ديستما باش نتعلم ما نكسن الطضاد ما نكسن الطهار باش نبدل قدام ربي تبارك وتعالى. فالطهارات هي العبادة التي خصها هذا سيتعلم قدام مسلم ولا تا مسلم يسن ما نكستني كان النبي صلى الله عليه وسلم أسي سيتطهر باش تتبعد باش السيسي اقتضى غلا مرض هادي، لأنه الدين كله تغيكلي سنة يتما ومنه الدروس منه يعني يواليون لدي غزرين يخصى تتعلم مسلم سدالي صحان يعني يتعلم الدين اللي فتني كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الدين دا يتقبل ربي تبارك وتعالى. أما الإنسان الجيس يتقلد غدين صغير الدين ولا غيكلي سبيو فايت مازير غاد سكيرن ولا غاري الناس فلان سكر غيك هذه الهوني الديس ولا يزر كراياني سكر غيك هذه الهوني الديس هاتي غيك دوري الدين غيك دوري تقبل ربي تبارك وتعالى، لانه ربي تبارك وتعالى قال التين القران الكريم ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فيوجف قد مسلم ولا تمسلم يتعلم الدين سالي سقسى الدين سالي تبحث غدين باش يتعبد ربي تبارك وتعالى سالعلم غيك اللي سن ربي تبارك وتعالى، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فالمقصود انه كد العباده التسكير مسلم ولا مسلم التي خصها هذا سي تعلم اللي خصها هذا سي سنس الدليل الحجه اللي يثبتنا في النبي صلى الله عليه وسلم باش تجي العباده يقبل نقدر سيدي ربي تبارك وتعالى. تزغ العباده هذا انت اللي سي خصها هذا نتعلم هذا سنت نيسان يتما فالدليل صحان الحج صحان النبي صلى الله عليه وسلم لعباده الطهر. طهر يتما خصني السن بانه
يتقصد يس سي المعنى ولا سي المعنى قسم ديال الاجس لا المعنى يزوار الليل الطهاره وهو طهاره وقلنا الطهاره القلب تختار هي الطهاره اللي باهره يعظم اللي سي خصها باهره سي يعتني باهره سي يهتم مسلم ولا تم مسلم اي طهر النفس دا يطهر القلب النفس كله ما يهرشن كله ما يخشن الامر ذاتي تنساو في الصغير عدد من الدروس اللي دي غزرين اي طهر المسلم ولا تم مسلم القلب النفس الشرك ديال الله تبارك وتعالى العباده نكرا يان بلا ربي تبارك وتعالى الزغ الخوف ولا الحب ولا الرجاء ولا التوكل ولا الانابه فكرين بلا ربي تبارك وتعالى خص القلب نس التخلص لله تبارك وتعالى خص يطهر الزغ الشرك الخرافات العبادات الاوثان الاصنام لانه ما يديكش من غير معنى الطهره غنفي وصف ربي تبارك وتعالى المشركين النجسة ان ربي تبارك وتعالى في القران الكريم انما المشركون نجس يعني واللي يعني المشركين عن نجس نقدر سيدي ربي تبارك وتعالى واخا نقين غدات نسن يعني الزغله وساخذ الادران وخيان الروح عن نجس نقدر سيدي ربي تبارك وتعالى لانه وقع في الشرك وقع في الكفر بالله تبارك وتعالى كذلك يطهر مسلم القلب نس النفس نس الزغ الاخلاق يهرشن زود الحسد زود الغيبه زود النميمه زود التكذابيد زود التجرميد يعني زود كل ما فينها ربي تبارك وتعالى ما فينها النبي صلى الله عليه وسلم هاتي واجبه يتما فلتنا غزيس نطهر نفوسنا غزيس نطهر قلوبنا لان ربي تبارك وتعالى رتينا القران الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يعني هنو راس كي يوم القيامه وريت نفع دار سيدي ربي مع هذا وليني وين القلب يطهرني ينقيني يسلمني الزغميت الزغ الشرك الخرافات المعاصي الذنوب كذلك يطهر الانسان نفسه الزغ البدع كل المسائل اللي خلف السنه النبي صلى الله عليه وسلم يخصها الزغيس تطهر نفسه فالمقصود انه المعنى دا يزوار نغل معنى الطهاره نتنيا المعنى اللي يعظم اللي تخصها هذا فيها الاهتمام يعظم ديال الاهتمام ينقر المعنى والسين هو نتنا فرنسا ان شاء الله غدر فهاد وهو الطهاره الحسيه الطهارة اللي زوارنا تسمى الطهارة المعنوية الطهارة ديالنا تسمى الطهارة الحسية يعني يطهر الإنسان الجوارح سيطهر البدن الطريقة اللي سيمر ربي تبارك وتعالى اللي سيمر النبي صلى الله عليه وسلم غلا حديث يصحاب قبل أن نسول في الكيفية الطهارة لا الوضوء ولا الغسل ولا التيمم لابدأ نسبين بعض المسائل اللي تحتاج ومسلم ولا تمسلم غلب بداتي الزغ المسائل اللي سيخصها التنسى غلب بداية ما أمان اللي سيخصها سيسني الطضة ومسلم أو اللي سيمحنا سيسني الطضة ومسلم فيخصني السنية ما بأنه الطهارة وريمحنا تحصل ذات تقع مع داس وأمان نتنين أمي في ربي الخصوصية ذاتني يعني أمان سيمحنا الطضة ومسلم وريمحنا الطضة سكر الحشر يضنا من غير أمان لكن من هذا يخسر ينا من يطهر ينقين باش أسس تحصل العبادة ذاتي اللي تعظم اللي عزم دار ربي تبارك وتعالى فلذلك يخسر من هذا لابد جسني لين الشروط الطهارة جسني ورتي للنجاسة أو لا أدور فوقن غلوصف ومن فرنشار إلى ومن اللي سيمحنا السيسني يطهر ومسلم دو اللي سيمحنا السيسني يطهر ومسلم بالنسبة لومان اللي سيمحنا السيسني طهر ومسلم جات ومان ومزار أمان ومزار يجوز الإنسان يغمون خيران البلاصة السيسني الطضة ولا السيسني يغتسل لأنه يصفر بتبارك وتعالى أمزار الوصفة ذاتي أنه يطهر وأنزلنا من السماء ماء طهورا يصفر بأنه يطهر أمزار يا أمان يطهر الحمد لله لانه كان دار سيدي ربي تبارك وتعالى وردي سندخل في النجاسه ولا والو فلذلك من نطفي اللي ديمون الزغمزار يجوز المسلم السيسني الطضه كذلك امان وتفل او لا تبريرو كل غيدتي لا سنسن يا تنزر فيجوز الانسان يغتكوا من تفل السيسني الطضه او لا كانت تبريرو يجوز الانسان السيسني الطضه كذلك كذلك امان العيون اللي ديك كان العيون دوكان لانه لا سنسنيات ومزار يجوز الانسان السيسني الطضه
كذلك يتما الزغومه اللي سيجوز اسمي تطض الانسان امام البحر واخا ينوي تيسي واخا صلحني تنيسو الانسان يعني قشن من اللحن ولكن يجوز اسمي تطض الانسان لانه النبي صلى الله عليه وسلم يسقس في الصحابي النساء امام البحر ارنت صدر البحر وهذه اختي اللي هو ما مثلا تطض او لا ردي غيتي لي غاري ميك ارنسا يسجد تطض سوامان البحر الناس النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته الناس هنما البحر طهر دي جزء كذلك حتى الميت البحر يزيد النبي صلى الله عليه وسلم غير فايده ذاك كذلك امان ليرغان اللي صغى الانسان في العافيه يجوز الانسان يسني تطض وريس باسا ولا تسرغت انت فوكت لانه الا ما تعتقدنا ري تظنوا بانه من يغتن تسرغت فوكت يجوز الانسان يسني تطض كذلك امان زمزم يجوز الانسان يستثني الطضة بانتني كل فلكين غي وكان غي النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الارض ماء زمزم ماء زمزم يعني امان زمزم يعني خير ومن اللي غي ربي البركة يجوز الانسان يستثني الطضة كذلك كذلك من اللي تيستعمل ما يعني من اللي تيستعمل مثلا الطضة زيتسن كرا الانسان ولا يسوى زيتسن هاتي يجوز الانسان يستثني الطضة كذلك أمان اللي تشضن البهايم اللي يعني يحلان يجوز الإنسان يستثني الطضة يعني يخد سويكرا البهيمة اللي يحلان الزخرة وركوة ولا سميتو يجوز الإنسان يستثني الطضة ولا حتى بعض الحيوانات اللي وري حلان زود مثلا أمشو يعني الهر يجوز الانسان يسو الزغراف ولا يطض الزغراف ولا الزغ الاناء اللي الزغيسوا لانه يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني الصحابي يفيا يتمشى تسو الزغ الاناء اللي الزغ يطض الناس تيزغي النبي صلى الله عليه وسلم يسكر غير كان مع هذا غير اللي الزغيسوا ويدي ولا السباع ولا سميتو غاتيزود غويد وريجوز الانسان الزغيسني تطض اولا الخنزير الحلو اما الحيوانات اللي حلان البهيم اللي حلان هاتي خصوان الزغور وكواتي جوز الانسان الزقيسني الطضه او لا حتى ما نادي الزقيسني سواء كرا المشرك ولا كرا الكافر هاتي جوز الزقيسني الطضه لانه غير اللي سنا واخا هي النجس هاتي النجاسه نسرت غا ما غدات نسو رستي ورستي في الغوروكو ولا تنقال سوروكو ولا سوا منان اللي الزغيسوا اذا غويت جنمان اللي سيمكن اسسني الطضه او لا كذلك امان اللي دخل ذكر الحشد يطهرن زود العجين زود الخرقوم زود كرا الحشد ولكن ورتغير امانا اريغ ينكرا يضنا من غير امان يعني غمام ومان لنسوا لدرس الله وصاف نسى ولكن الا يسميك لا طرت العجين ولا لا طرت الخرقوم ولا كرا الحشد اللي يطهر اتي يجوز السيسني تطض الانسان كذلك امان اللي تدخل ديميك النجاسه ولكن ورتغير ورتغير الاوصاف هو مانا ذاتي يعني مثلا ركوع ولا كرا الحشد درجيس النجاسه ولا كرا وانو ولا كرا العين تلاقيس النجاسه مثلا كرا الميته ولا كرا الحشد اللي نجسن ولكن ورغي الله وصف هو ما نداتني بمعنى الريح نسن ورتغير سن النجاسيان ولا المن نسن وريغير سن النجاسيان ولا الريح نسن وري تغير سن النجاسان الحال تداتي يجوز الزيسن طود هو ما نداتني اما يتغير الله وصف هو ما نداتني النجاسة غير الريح نسن ولا اللون نسن ولا المذاق نسن هاتي ولي جوز غير الحال تانا الزقيس نتوضا اما يغور تغير الاوصاف نس ومن هاتي ورقيس باس يغزيس نتوضا الانسان كذلك من اللي تبدد خير خير الضياء ولا خير البلاص من يس ومن تيلي يس نتاضوط ولا خير الحشد ولكن غير اللي سنا غمن سلجا نمن هاتي وريس بس رزقسني الطضة الإنسان فكل الأنواع اللي نذكر ومن يجوز هو مسلم ولا مسلم تزقسن الطضة أما اللي سوري يجوز رزقسني الطضة الإنسان هو واللي تغير لو صفنس سنجسة إما الريح ومن هذا تتغير ولا اللون نسني تغير ولا طعم نسني المذاق نسني تغير سنجسة اللي نقسني ضرب يغور يتغير كراين زغل وصفات نص هاتي ورقيس بس او لا تغير لو صفات هو ما نسكر الحش اللي نيت يطهرن ولكن نرسل يمان زود العصير ولا زود كر الحش يضنا اللي ورينا مان ويمكن هذا نسمى يمان اللي تويسن
أتوري جوز اسم الطو الضخ ساعة ناتي إذا نغيد أيان لنواع ومان يسن واللي سيمشنا السيسن الطو الضو المسلم واللي نذكر يسن واللي سوري جوز السيسن الطو الضو الإنسان هو واللي تغير نجسة يسن واللي نيت طهر ولكن ولي مهنا السيسن الطو الضو زود الحش اللي متبدل صف نص يعني تيقى العصير واللي كان الحش تيضنا أتوري في الحالة نوري جوز السيسن الطو الضو المسلم إذا أنا ما نادتني أيتما أسيمكن أسيسني الطودة ومسلم بالنسبة إلى الوضوء أو للطهارة يخصني السن الفضل النص لسي فيك ربي تبارك وتعالى طهارة عموما أو للوضوء بالخصوص نذكر غزوار بأنه الوضوء درسية المنزلة يعظم درسية ربي تبارك وتعالى يسكريس المفتاح نتظلت فهنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ليش كذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الطهور مفتاح الصلاة يعني يغوري للوضوء يغوري اللي مسلم في الوضوء أنت ظلت نص ورتصحي كذلك الميسبيين منزل الوضوء الطهارة دار صدر ربي تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الحديث صحان أنه لم منس أرتويس سنس كيوم القيامة الخصوصية ذاتي الصفة ذاتي من غير الأمم اللي زرين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه سكيوم القيامة أن تشكان مدن صلحة وذات سن أرتنيتي السن النبي صلى الله عليه وسلم ناس من يكسيت نتي السن يا رسول الله إن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتنيتي السن صفة الوضوء أعرف ألا سنية كربي كان أنت فوت غلا أعضاء اللضو أسك يوم القيامة أرجس أنت للغرة الغرة يعني الغرة تتلين العرب يكرا الحش تملونا أرتي لغينزي البهيمته ولا غينزي الفارس ولا ويمال على تسمى الغرة أرتي لغينزي التحجيل غيف السن دي دارنا تحجيل ريت لي تنتن ريت يعني اللون مليل اللي تريني الفرس او لا الخيل ولا وجمر غدار نص فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر على الحادثه ذاتي بانه لو من ساس كيوم القيامه نتخص ربي تبارك وتعالى صل الفضيله ذاتي ارتويسن يرمد كل النور اللي يسني ربي تبارك وتعالى غلا عض الوضوء فلذلك يتمع عن الوضوء يتي فوت هي النور يوم مسلم غدونيت ولا غلي خرت كذلك يشكل في النبي صلى الله عليه وسلم غلى حديث الصحان بأنه الوضوء هي شطر الإيمان نصف الإيمان هي الوضوء أو لا الطهارة العموم فيغي طهر مسلم الحمد لله هاتي يحصل يقدر يعظم غلي إيمان قلنا في النغل الحديث الطهور شطر الإيمان يعني داخل الحديث يضنا يصحان في النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمؤمن ارتبط الحمد لله يتويسن الصفة ذاتي الذي ما في الوضوء الذي ما في الطهر كذلك يشهد غلى حديث يصحان في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الوضوء هي سبب المغفرة الذنوب أسيس التغفر بالذنوب للخطايا أريد تنقى يا مسلم ولا تمسلم تزغ الذنوب نسم غيخلي تتنقي ومن صغير كان لو ساخ لدران أتتنقي كذلك غدات نسز غدنو بالمعاصي بالأتام اللي غير توقع فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم غل حديث يصحان بأنه مسلم الساعة تنين توضى أرزقيس السفوغ ربي الدنو باري غطفون زغدو وسكر نس يغي السريدي فاسنس أرتفون زغدو يعني رموش العينين والنس ارتفون زغدو تمارتن سيغي الطوضة ارتفون زغدو واسكرني ادارنس اغي السيري دي فاسنس كذلك فالمقصود الساعة تني السير دو مسلم كرا العود وزغل اعضاء انس اتي ارسيت الجمعين بإذن الله السبب المغفرة الدنوب فلذلك يتمع مسلم يخصى الساعة تني الطوضة ادي اختي لجرد هاتي اختي لفضلة هاتي اللي لندر العبادة هاتي باش السيسي قوم صغيح اللي يسردون ربي تبارك وتعالى ده يستنس المنزل انسور ده اللي المقصود الانسان اللي يزرع لضوء هاريك اللي ينعدى دار مدن انتفت العدد يتسن
وروك يسن العمل هذا اللي دايلها يسدرس الله الفضل ذاتي يسدرس الله المكان ذاتي يسدرس الله المنزل ذاتي يغضر ربي تبارك وتعالى. إذا الفضائل هذه اللي انت الفضائل قودني أدنى غضر الطهارة، لكن المقصود نران شهر نران سبيا باش يسن المسلم القيمة اللي فيها ربي تبارك وتعالى اللي يسبي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة الطهارة. بالنسبة المسائل اللي واجب انت يسخر مسلم غلوضو بالنسبة للوضو نسقر الوضوء عاد نسول ان شاء الله تبارك وتعالى في الغسل من بعد نسول في التيمم. بالنسبة للوضوء لان المسائل اللي واجب في مسلم تنديوي غلوضو هذا نشر قبل ان نبين الكيفية للوضوء. المسائل زوارن هو تسمية بسم الله يخصلا بدا يذكر مسلم بسم الله غلو الوضوء يواجه في اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا بد يسمى الانسان يسمى ربي تبارك وتعالى الساعة من النار يبدو الوضوء. ثم كذلك لا بد ينوي الانسان غلق البنس الساعة من النار يتوضا بانه يريد يتطهر ماشي راه غادي ينظف الاعضاء انس ولا يريد يتبرد ولا كره الحاج يخصلا بدا ينوي غلق البنس بانه يرقم صلاة العبادة اللي سيمر ربي اللي سيمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لابد السر الانسان يمنس دين خارنس المضمضه ديال الاستنشاق دود منس لانه يمر سيس النبي صلى الله عليه وسلم ويدور ين زغ السنان ولا ينت غير المسائل اللي هي المستحبه ينت المسائل اللي واجب نختزليت. كذلك يفسن واجب نختزليت لابد تني السر دو مسلم. كذلك يمسح الانسان يخفنس ولا ييونس يواجب ولا تخت زليط ولا يضر كذلك واجب أردن تغمنت المسائل أن يضنا ينت زغ السنان زود ذلك زود يعني زود الموالاة زود تثنية ولا التثليتة أي السير الإنسان سير الأدوار ولا كرا الأدوار ولا كذلك يعني السير دي فاسن سكرا الأدوار يعني غير زوار كل ما يبقى ينت زغ السنان زغ المستحبات اللضوء. ثم لابد نشر كذلك المسائل اللي سي واجب هذا سنتي تضو مسلم ما دعنت المسائل او الامور اللي سي واجب قدام مسلم ولا تا مسلم هذا سنتي تضو سنات المسائل اللي يتما يواجب لنا غدا سنتي تضو ولا تنتي تقبل ربي تبارك وتعالى مع هذا الوضوء الطهر تظليت في الطواف سنات هذا سنتي لابد هذا سنتي اللي هذا سنتي تضو مسلم يغيظ الانسان بلا الوضوء انت ظليت من صورة صحي يغيظ تعمد الانسان يظل بلا الوضوء يسن المرض هاتية يرتي العلماء بانه يوقع الكفر والعياذ بالله لانه دار استهتار دار استهان دار استهزاز الدين فتظليت ويمكن الانسان ان يبدل قدام ربي مع داغ الا في الطهر باش يعظم العبادات اللي سير يقوم ان يبدل قدام ربي تبارك وتعالى ينقي يطهر. كذلك الطواف يغيت الطواف الانسان غير الحج ولا غير العمره حول البيت يغيت الطواف في البيت الحرام اني واجب قدام مسلم ولا تا مسلم تايلي في الطهاره اي تما الطهاره يكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم ريتني الطواف صلاه طوافتي يتظلت الا انه ربي تبارك وتعالى يشرع غيس سوال ولكن غيس ريتني الانسان معاده اولي فوهين يعني واخا يجوز الانسان يسول صويه ديال نهار الطواف ماشي زود التظلط ولكن يحاول الانسان يوري التيني معدا اوالي عدلنا اوالي فولكين. اذا سنات المسائل هذا في وجه مسلم ولا في مسلم هذا سنتي تطض اما غير اللي غيفولك كيسي تطض الانسان هي العدد الاحوال زود الذكر من ربي وقت ما يذكر الانسان ربي تبارك وتعالى اما يفولك هي اللي في الطهاره كذلك غير الانسان يفولك غير في الطهاره كذلك غيوسي الانسان الميت يفولك غير تطض من بعد كذلك الانسان الاحرام يحرم في الحج ولا في العمره يفول كي في الطهاره كذلك يغريكش من الانسان سمكه يفول كي الانسان غير في الطهاره يعني الاحوال ذات انت فول كي انت طهر الانسان عموما يفول كي غدا الا مسلم في الطهاره وحين اللي سنا لانه النبي صلى الله عليه وسلم ريتني لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن لو اللي انا مؤمن انا ديما نتحفظ في الوضوء يعني في الطهاره يكمل الساعة نيرا يذكر الإنسان ربي تبارك وتعالى يفول كي يقرأ القرآن مثلا
أو اللي ريت ذكر ربي في الكيف إلا في الطهارة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في اللسيان الصحابي التيمم النبي صلى الله عليه وسلم سيميري إراف للسلام الناس إني كرهت أن أذكر الله أن أذكر اسم الله على غير طهارة. الناس تي أريغ أذكر اسم ربي بلا اللي في الطهارة، فالتيمم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في اللسيرو السلام. إذن المسائلة دمي كل شيء هذا سنتي الطضة ومسلم ولا تمسلم. إذن أنسبين إن شاء الله لكيفية اللضوء أي السن مسلم أنك سيئتوضى على حسب يعني اللي سنجي سواف السن النبي صلى الله عليه وسلم وردك سي تبعا مدن ولا غيك اللي سيوفا مدن أرتي سيطوضان ولا غيك اللي سيدنا فلان ولا فلان أرتي سكر يخصي مغ أي الطضى غيك اللي سيطوضى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غيك هذا صغي يمر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إن خذوا عني مناسككم دينا ربي تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن لابد إما غو المسلم يصح العبادات أجس يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كرس يوفى. إذن ننسبين إن شاء الله تبارك وتعالى الكيفية الطهارة أو الوضوء من كسيت توضى مسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يخلصنا هو بسم الله يخسر لا بدأ يذكر الإنسان يسمى ربي تبارك وتعالى غير يتوضى، لأنه ريت يقبل غدر ربي مع هذا الحشنة في يذكر يسمى ربي تبارك وتعالى. ثم يخرج ينكر الإنسان صغيط يخسى إيسان ومسلم ولا مسلم بأنه وريجز أن الإنسان أفوس صغيط توضى أريخ تصير ذكر الأدوار، يعني يغدحر ينكر الإنسان صغيط سيواجب الزوار يصير أفوس غبرة أورو كل صغير طضة عاد يا فني أنجسي أفوسنس إغي يد اللي أوري ورحلة دي متي الإنسان أتي ريت طضة الإنسان صغير أورو كل صغير طضة مباشرة. إذن أردت الإنسان بسم الله إخليس إن إغي حلة دي نكر الإنسان أتي ردي في أمان غيها أفوسنس إما يصير نكرد لدوار إغو أردي كل إنسان يتصطي ريت تسي صغوركو مباشرة هذه بسم الله هذه التسيسرة وتنستفس دائما السرد يفسنس كرد الأدوار السكر تخليل الأصابع غيها كرد الأدوار كرد الأدوار السرد الإنسان يفسنس السكر تخليل يفسنس أنه لا بد يخلي الإنسان نجر يدود أنس غيها يغيط توضى مشهد لكم ومن نجر لعضاء أنس كله تند يغسر الإنسان يفسن سكرد الأدوار أردت تسيمان ستورو تنستفسد دايما بخليسنا يسكر المضمضة بالاستنشاق صغير التوروت، يعني ولا يتفرق نقرتسن وإنما أردت نسمون سياد التوروت تاري سكر نص غيمين نص سيادنا أردت سكر استنشاق هكذا ينسون النبي صلى الله عليه وسلم غير كذا يتبتنا غلا حديث يصحان في النبي صلى الله عليه وسلم يجوز يفرق الإنسان كذلك نقر المضمضة للاستنشاق، لكن الأفضل يسمون الإنسان نقرات سن أري سكر نص غيمين السوف ستيد نصا يضنا يسكرسيس الاستنشاق سوز المض أري سكر الإنسان الاستنطار سوز المض أري سكر الاستنشاق سوفسي الاستنطار سوز المض غير كذا. دوران يتقى الإنسان يدودان غيمين صغيكا غيخلي سكان العدد من غيكا وري اللي غصن النبي صلى الله عليه وسلم أدور يتقى الإنسان يدودان غيمين ساري سأري يتقى مان يسمى السن غيمين يسوف السن فقط بلا يتقى يدودان غيمين. إذا مقصود السن هو يسمو الإنسان يجر المضمضة الاستنشاق الاسكان المضمضة سوفاسي الاستنشاق سوفاسي اسكر الاستنطار سوز المال ماشي سوفاسي. هادو كان يكمل الانسان كرد الادوار اردي تسي داغا ما نختورا وتنس اسمونت دوفاسي السير سيسود من صغيكا، يعني وليس سوسو سمان لكن اسكرني العدد من وانما دي سيمان اسمونت ارا وتنس افاسي دوز المال السير سيسود من غيكا داري السيرو دود من الزغر
لحد الشعر غير أردو تمرتنس تزغ أم الزغنس أفسير أم الزغنس أظن ما تغيك هذا يان أو لا غدا يتسمى ندم يغسر الإنسان ندم بالنسبة ورقاز يغسل بدا يسكر تخليل نتامر تخليل اللحية لأنه يوم رصيص النبي صلى الله عليه وسلم يوصف الناس يغسل بدا يخلي الورياز تامر نص ومع يغسر دود منس ثم أرسر الإنسان أفوسنس أفاسي أر المرفق دا يكون على بال الإنسان أو ريسكر ريك ريسكر نيال عدد نغلق طو سمي در ردي التدر يفسن صغيك هادر أرلر تيجات ملسيت اللي ينسى وردي الزقوز وردي التل اللي باسن صغيك وإنما ارتي دي التدجي غيك وردي كموانان غين غيداتي دا غيد يواجب في مسلمة دي السير دار مسكتين للمرفق يخصلا بدا نيكش مغلوضو واغسلو وأيديكم إلى المرافق لسنا بتبارك وتعالى إذا نخصلا بدا نيكشم المرفق أردي تلسي أمان غيها السرد المرفق قنس أردي الزقو زمان المرفق قنس أردني صدوار فوق وسنس السوت لازد كل لغة أردي سيستكشم المرفق غيها تسنى أردي سيستكشم المرفق غين غيها خسلا بدا لكم ومان المرفق الدور يجي إجوينس غيها خسلا بدا أيا اللي إجوينس وخاغ لقطو سميد استكم من المرفق نساتي غين غي غياد اللي وليت كرت تخليل غلولا ديال تيسكري غير سكر تخليل هذه كفا غلول ثم اريد تدلك الانسان اريد تدلك باش هاد لكم ومان البشره نص ثم اريد تعاود تيسي الادوار تيسكر هاد الادوار كذلك فسي اظلم درت تيسير نفس الكيفيه اريد تسي ديما فسي سفوس أفاسي استرم داماني يوفوسنس يصدور راسن كل لدن يعني غي كذا يعني الغسل يفسن على المرافق يصير الأدوار ديما غي اللي سنن نسكشوم المرفق نس غلوضو يسكر هاد الأدوار من بعد هذا التسيل الانسان امان غير كتسنى غفوس نسافاسي دائما يسخر دفوس نسا الماض ولكن ورتني تاتجي غفوس نسا رتني السوسوس اريد تمسح الانسان يخفنس ولا شعر نس اريد بدو الزغل قدام غير غي الزغل قدام الشعر اريد مسك نتغردين اريد مسكتين نتغردين هاتي لان الانسان مسلم غير يمسح اجيونس يمسح الراس نس غيكا وريد تمسح رقبة نس هاي تمسح حاجة صغيرة الغيد هاتي فقط تير الدغيفة السنس غيك اللي سنة وليس لك أماني الرقبة غيد هاتي تمسح وريت بتف النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحد نس شعر مبين شعر نخفنس إرد الدغيفة السنس غيك اللي سيبدا إرد بغ الإنسان يفسنس غيك اللي سيبدا أرمس كتين نغيلي زغيبدا هكذا ينمسح من الرأس إلا ما يسكن غير غيكا غيكا دهوري يمسح الرأس يخصى يسلك من الإنسان تدخلت يفسنس يشعرنس ولا وخبر سؤال اللي الشعر تسلك مي يخفنس يعني أول يسكن الإنسان غير غيكا غيكا اللي يسكن العدد ناري الزري غير يخفي ضوضا فوق يونس غيكا دي الغلط يخصى لابدا أي مغ الإنسان يسلك يفسنس الشعر نس كلوت غيك اللي سنة يررت الدغيكا أرى مسكتي المغيد دولا يسكن الإنسان كذلك غيكا غيك اللي سكن العدد مدن غيكا حتى نتا هي الغلط يعني وليس سدو الإنسان يفسنس يغديرو لي المسح من الرأس وليس سدو يفسنس غيكا لأنه ولي تبت في النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ردي الدرا يفسنس أريد تمسح يمزونس بس نفس ومان اللي داس دي شاد غيفا السنس يغس شاد ومان غيفا السنس يعني البلاء غار بدي ينسو لي فاسنس دي ورسو لي تحتاج الانسان دي سي امان زغوروكو الدخصيص نمسح يمزيان وانما ريت تمسح سي ومان اللي داس دي شاد اسيس نيت تمسح يمزيان
تلضطا قالت مسح اغنس ني مزيانس يمزغنس يمسح مزيان يمسح برانس صغياتني دبا شي السنين انت ملي كتسيت تمسحي مزيانس غير كي تنظر مزيان غير تمسح اغنس ني مزيانس غير كي تلضطا هي تمسح اغنس ني مزيانس غير كي سختا يمسح برا سيل كمزن صغيه صغاتي هي تمسح سيل كمزن صبراني مزيان صغيره هادي سواء من اللي يصدي الشاط مغيك اللي سنة زغ لوضو زغ المسح نيخفنس هادي هي تمسح اغون صغيره يمسح مزيان صبر صغبرا سيل كمزن صغيره غيكا يغو كان يمسح الانسان يخفنس دي مزيانس اي السير دي دارنس كذلك اري بدو ديما انسان ودارنس ازلماد عاد سوفاسي دائما غلو دوري تقول الانسان سوفاسي عاد سو زلمان اردي التاسيا من غير كليس ان ديما سوفاسنس سوفوسنس افاسي اري بدو اري السيري دادارنس زخت سيات افاسيت سيا تظلمات اري السيري دغيكا اري السيري نقر يدو دارنس نقر اي فنزانس ستال داتا داتي ستال داتا ارسي سي تخليل نقر اصابعنس دا يتمسح الانسان العقيب نس عقيب يعني تيغور دي نور زنس هادي غي يخصها تمسح الانسان اشكو الا ما نجيسي تفال نرجيسي تفرط ارتي تفال ورتلك موامان دي خصها نستكشم كذلك الانسان اكو الجنس هادي غلوضو يخصها لا بدا تزري وامان ادور ادور ادوري غاما اكو الجنس ورتلك موامان اريز زكور ريكليس النفسي اريز سيري العقيبنس يعني هو رزنس دا ريستيري نير إفنزانس ستالدات طالدات دي مزين باشا هاديك شمو مان نير إفنزانس غيكا هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم داري تمسح الإنسان دو دارنس كذلك دي خوش جنس غيك اللي سنة أتلك مو مان كراد لادوار إذا ريستيري غيك اللي سنة زغوفة سي ريستيري نير دو دارنس غيكا نير إفنزانس ستالدات داتي ثم أردي سيكا أدار دو أفوسنس دو دار نصيكا باش تلحم ومن حتى نتا دي إخو الجنس غيك اللي سنة أدسني سلك مامان ثم أري السريد أدار نص أظلمات كذلك نفس الكيفية دي ما فوس أفاسير دي التسيامان أظلمات دي السريد أري الدس جنس تفاسيت أري السريد نجر إفنزانس غيكا ستلدط دا أري سيكا أفوسنس تي غردين ورزنس باشا اتلك موامان ضدو دارنس تسل الادوار كذلك س نفس الكيفية ديات تروت ترسيس يسير الانسان دارنس كله دغيك اللي سنية تروت ومن دايما غدي الانسان الانسان الدماء يسلكم امان يكون جنس غيك اللي سنة اوريد تجي الانسان دارنس غيك اغوكال اري السريد شكون هذا استقام على بلاصه درت لك موامان يخص ديما الانسان يا سي دار سي غيتوضى باش يسلك موامان يتغردين وورزنس يغي كما الانسان نوضو اري التسيميك هو مان اسيسن يتنضح غيك القدام انه يثبت في النبي صلى الله عليه وسلم غنشكاد النضح تيغردين الوضوء اما ايسكي الانسان غيك اللي سكان اتيوري تبت في النبي صلى الله عليه وسلم انما نضح غيكا استثني نضح الانسان اللي قدام صغيكا غيكا دا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الوضوء اري ستي ماين الوسواس ولا الشك ولا قلت لك الحش الملابس سورة تزري ولا ولا يصدي ولا اخبار اتي ماين باذن الله يا طهرانس داري تيني الانسان الدعاء اللي تبتنا في النبي صلى الله عليه وسلم اري تيني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او لا رتني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سل دعية ديت في النبي صلى الله عليه وسلم اختغور دين اللضو اما ساعة نيت تضى الانسان اتي وريتني حتى كران الدعاء يغيسر يدود منس ولا يفسنس ولا ود من ولا يضرنس اتوريتني حتى كران الدعاء لانه ورد يشكي في النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي يتبنى في النبي صلى الله عليه وسلم هو غوض لي من شر اللي تلين خطو غردين اللضو دي اللي يجيس الفضل يقود ندارو مسلم يختي سكر او لا يختي النا خطو غردين اللضو لابدا انشري بعض المسائل اللي تعلق الكيفية اللضو
غير اللي سنا خصها بدا الزوار الانسان نفسي حد سوز المض دا اي استنتبع الانسان غير العضل اللوضو اي الزبور يفسن السيمين السودمن سيفسن سرغيد سيخفن السيدارنس يعني خصها لا بدا تنستنتبع الانسان ثم الدلك كذلك خصها لا بدا يدلك الانسان الاعضاء نس باش السليك ما يكون البلاصه وبالخصوص ادارنس يغيطو الدار اللي سنا خصها يكون على بال هاد الكم ومن يورزنس باش يعني السليك ما يورزنس باش كي صورت غامح حتى كرا البلاصه ورت الكم ومن ثم كذلك يجوز الانسان يتوضا الدور الاعضاء نس كلو تنتني السير دغار ينضر 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 او لا سير الادوار سير الادوار سير الادوار او لا كراد الادوار كراد الادوار كراد الادوار ولكن انه يزري كراد الادوار لانه يغني زري الانسان كراد الادوار هاتي يتعدى الحدود يتعدى سنه النبي صلى الله عليه وسلم غير ينضر هاتي يجوز ولو السين ولو السكراد هاتي يجوز اتني سكرو مسلم كذلك زغبي المسائل اللي خصها لا بدا فلاس نتنبه امسلم ولا تمسلم غلبة بداتي أي سن إنسان نقدر الومان اللي سيتوضا فكبين يتما أي توضا سلكتر طومان غنش كدينها فلس النبي صلى الله عليه وسلم دي خبره بأنه ورد شكل كلام دن اللي يتعدى نغلوضو يعني تصرف نغلوضو فغي توضا مسلم ولا تمسلم دي خصة توري تصرف أي سن بأنه ماشي المقصود هو إرا يعني السير دير كانس ولا لو سخلي يسلن وإنما المقصود إرا يقوم سيات العبادة فلذلك خصوري السيجار الانسان زغومان يعني يغيط طود الانسان صغونش كدوامان هاتي كفى تروت ومان كفى مسلم ولا مسلم تسيسي طود ماشي ضروري طود الانسان صدلو ومان ولا سلبربين ومان وانما تروت يعني هاتي تقدم مسلم يغيشور لغيسان مانيك سيد طود دايسان الانسان نعمت نعمت ومان بانه تجاهد النعمت اللي تخصى أسطورة تضيع مسلم فالمقصود أنه زغ المسائل اللي غد توقع الغلط داري العدد الكثر طوامان ليس طوضان ولا ليس سيان الغسل يخصى أي سن مسلم ولا تمسلم بأنه لمرضة إنها خلص النبي صلى الله عليه وسلم إذا لنسبيا كيفية الوضوء نرى نشر لابد بعض المسائل اللي تحتاجه مسلم ولا مسلم يغطوا الضان الا ما يظنون بانه الا يسن كرا ولا الا يسن كرا الحرج زود اول مثلا يغيسوالو مسلم يغطوا الضان اتوريس بس كداين راه كيتني يغطوا الضان يخصها دور تسوالت ما يدور فلاس اللي حتى كرا الدليل وفلاس اللي حتى كرا الحج في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجوز الانسان يتماغ الوضوء يغطوا الضان ينشف الاعضاء نص الوضوء يعني يتوضى الانسان سواء هي الحال لقط نص ميد ولا لقط الحما ولا يحتج الانسان ولا يحتج تيجوز الانسان غير يتوضى ينشف الاعضاء نص مثلا يفسنس غير كيتزغلوضو ولا ودمنس تينشف السكر الفوطه ولا السكر كل ما يدور يسير اللي حتى كرا اللباس لانه يثبت في النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز يوم مسلم ينشف الاعضاء نص الزغ الاوامان واللضو كذلك الزغبين المسائل اللي سيخصت دي سن مسلم ولا مسلم أنه يغيط طد الإنسان يجوز هذا سيعاون كريان يضمع يغيط طد مثلا هذا سيد في كريان أمان اللوضو أريد طد أنت تورجي ستكر اللباس لأنه يتبت غنشكات النبي صلى الله عليه وسلم غلا حديث يصحى إذا المسائل هذا يضمع ورجي ستكر اللباس يعني يوقع انت يغزي سنت يوقعه مسلم يغينش في الأعضاء نسول اللي يعاون سكريان يضمع ولا رسول غيك اللي سنة أتوري يستكر اللباس لانت بعض المسائل اللي سيخصى فلاس نتنبه أمسلم ولا تمسلمت زيسنت يكون على بال غلوضو لانت كرا المسائل يخنتي يا الإنسان أتيرت نقاد نطلوضونس زود مثلا تلا كرا نسبخت في الدات الإنسان كرا الحش نسبخت ولا الشمع ولا كرا الحش اللي تمنع نمان الكم الجلدنس الكم الكم ومن الجلدنس هاتي غين غيب عن لودونس وريت تصحو يخصي ما غو مسلم اي ستي مايان باش هادوري من عامان هاد الكم يداتنس وبالخصوص المسائل اللي استعمل تمغارين هو سكيرنس ما يسمى بالمناكير او لا يعني ما تيسم تلاتي اللي تويسن نقدر تمغارين صبحت اللي تكانت هو سكيرن
هذه خصها السنت مسلم بانه ما نوري جوز غل حالتاد لانه راه من عمان باش هاد الكم ادات نسد النبي صلى الله عليه وسلم راه غيتيني بانه يغي غاميمي كل انسان ورد الكم وامان عن نضون صوري صحي. فلذلك الحش اللي تمنع امان باش هاد الكم دات الانسان او لا الاعضاء اللضو هاتي خصها تنتج جنبه مسلم. كان الحش اللي ورث الجلد زود غير اللي سنا السباخت ولا الشمع ولا ما تنير وسن هاتي ارتبطال اللضو الانسان يغيس الغمى. اما زود الحنه هاتي ورئيس الباس لانه ارتي السجل الحنه ارتي تسجل الدات وري تمنع عمل باش هاد الكمن جلد الانسان. فلذلك ورئيس باس يختي الانسان هاتي تضى هاتي ورئيس باس. اذا ماذا ربما ايتي علاق النص بعض التنبيهات غمنت المبطلات اللي تبطل الوضوء خصت ندي السن مسلم المسائل اللي تفسد الوضوء يغيس ندي يقعوا مسلم ولا مسلم. لانت المسائل اللي تويسن يعني خروج الريح بالباء والغائط اختي المسائل بينت. لانت بعض المسائل اللي ورثتني العدد زدتي في ورامي اختي الشوم مسلم ولا مسلم اني واجب فلاس باش يتوضا يتما لانه تي في ورام نقاد الوضوء ماشي زدتي في يعني نفوف ناس ولا تي الغنمي اتي وريس باس يختي الشا الانسان. ولكن بالنسبة في نورام أتي يشكد على حديث صحن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرتبطال لضو. كذلك أي السن المسلم بأنه إطس أرز لضو حتى نتاري تنقض لضو يغدي كالإنسان إطس إغاد وري عقل ما إلا أنت مانس ولا الأخبار ما يتوين أنت مانس هان يواجه فلاش باش يعاود لضو وخا يجور شوي لما يتجاورنا ريكيتيني وهاد يمكن ورينا وخا يجور الانسان هاتي قدرة تياويت اري غي غفل اري غي سها وري السنسول ما يجرم جنبنس هاني واجه فلاس باشا ادا غي عاودي لوضو. وبالخصوص اري توقع معادي نختم زيدا اري تياور الانسان اردا يتشخر ان كان اري تظلى ماد ايت ميخسي السن المسلم بانه غي فتر تياويت يعني ماشي غير سها ولا البداية نيت يخصها يعاودي لوضو. كذلك الاغماء الانسان اللي يسا الحال يغاد مثلا ومزنط الغشاوات يعني الانسان يفقد الوعي هاني خصت كذلك يتوضا بل اللي واجه في الناس كل غسل غير التنين يا العدد العلماء. اذا المقصود المسائل هذه خصت انت السن المسلم بانه تنقاد نطلبوا كذلك غير اللي سناتي فيه نوران ضيط بالاغماء هن يخصا لابد يعاود المسلم يلوضو. نرى نسول في المسألة يضنا أرتي علاق لضو وهو المسح على الخفين. بالنسبة إلى المسح على الخفين خصيص سنو مسلم ولا مسلم مانيكس تسكن لأنه حتى انت هي القضية اللي جهني العدد بل ربما غيكاد إلا كما يتنون بأنه المرض ريز غدين إلا غاتوك تحارى بك ديان هذاك التيني ما يدينا الجديد اللي دوسين راك التيني ما يدور الجواس نسفل ولا الجو نزرط مع انه يثبت في النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد لا حديث يصحى المسح على الخفين ولا المسح على الجوربين ولا المسح على النعلين. النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في سيدنا يمسح في الجوارب نس ولا في الخفين اللي كان وين الجلد ولا في النعلين اللي كان النعل يعني الصباط ولا هذوك ولا كير الحش اللي تساو دار نس. فكل ما يدي تبدا يتما في النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد لا حديث يصحى الكتب الحديث زود الموطا ولا البخاري ولا مسلم يثبت في النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد لا حديث لا مرض هاتي بل هي العدد العلماء تنين بانه هو اللي فلان لا مرض هاتي عن الشيطان يعني عن الشيطان هذا سوى سن باش يهجر السنه ذاتي اللي يسكن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مسلم اللي اما غن باش يتابع السنه النبي صلى الله عليه وسلم يخصد تحيو السنه اي تمسح في التقاشرنس ولا في الجوربنس ولا في النعلنس ساعة الناس يتيسر سواء هي الحاله الصميد ولا الحمى هاتي ورد هي القضيه غير لوقتنا يحتاج جو مسلم يعني استسكر وانما وقت الناس يتيسر يسكر تيسكر ترجيس باس. بالنسبه النعل الخف اريد تقاوين الجلد الجورب اريد تقاوين الثوم النعل غير اللي سنا هو الصباط ولا ودكو ولا الحشني لسا الانسان غدار نكوني نسبيين الكيفيه اللي فريت تمسح الانسان في الجوربين يعني التقشر انه الغالب كنت يلسى الانسان غيكا الخف يدرس ما تيسن هي وين الجلد هي حتى تزود التقشر
غير اللي سيتمسح الانسان في الخوف في الجورب يعني القشره كيتمسح الانسان كذلك الخوف ولا في النعلين. الشرطي زوار من بعدا خصها اللي خصها لابد تيسن المسلم باش يمسح في القشر او لا في النعلين ولا في الجوربين. الشرطي زوارن هو خصها لابد التندلس في الطهره، بمعنى الساعد ان يتوضا الانسان يسير دي دار النص يسير التنس ومان يتوضا يلس القشر يلسنت غاكودا الساعد ان رد غي يتوضا هاتي يجوز غاكودا درس الرخصه يد هاتي بكاس الطب تبارك وتعالى باش فلسني يمسح. لكن يخني لسا وريد تطهر يعني وريد سير دي دار النص عادي يلسن هاتي وراس يجوز فلسني يمسح غاكودا. ها الشرط يزور الشرط والسين يخصا ادوركين يكين 24 ساعة يعني يوم وليلة غير دوزالنس الدور زرين يعني غير يمسح مثلا غد الظهر يسير تسنغ الظهر يلسنغ العصر يمسح في اللاتسنغ دار العصر راه يتمسح العصر اللي تسكتا يخصا ادور يزري الوقت انا هاتي ميخت لكم الوقت اللي خفلا سني يمسح الانسان غيد قام يخصا تنكيس يعاود دا غير يسير دي دار يطوضا يسير دي دار نص باش الدخل لازم يتمسح. هو بالنسبة يولي ولي صفرن بالنسبة يولي صفرن كيس ربية الرخصة يد الله يزيد صغر الرخصة يد أفلسني تمسح ثلاث أيام ثلاث أيام يتابعا يعني الوقت اللي أفلسني مسح الدوري زوارن ويسي وسان ويسكرا ويسي وسان ويسكرا وسان يعني ثلاث أيام يتابعا أسي جوز أفلسني تمسح ومسلم إغلا ومدو أو لا الصفا. بالنسبة للكيفية اللي غيتوضا يسرد كل شيء الاعضاء نسى اللي غاسغا ماني دارن اريد تلقى امان غفوسنس اريد تمسح يكين نودار نصغين غي هاتي غيكا اريد تمسح يكين نودار نص وريد تمسح الدواس غيكا اوهو اريد تمسح غير يكين صغير صافي سي وفوس غيكا. المقصود هو اي مسح الانسان لانه الكيفيه غيكا تيسكر النبي صلى الله عليه وسلم اريد تمسح يكين غي هاتي ينضو يمسح يكين ودار نص ظلمات كذلك سو ظلمات نص ولا سو فاسيلز ينضو غيكا ماشي تني السرد ولا فلاس نيت في يمان وانما غير تمسح سوا ما اللي الا يعني البلا اللي الا اللي بدي قلنا فوسنس يكين تقشر او لا النعل او لا الخف بحال بحال الكيفيه دي يعني سيتمسح المسلم يكين النعل هكذا سيدنا علي رضي الله عنه إن يكون إلا الدين في العقل يخصن تمسح الدغي ولكن الدين اللي في العقل لا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الجن ودار نص واخا نكون نفتو في الضو دار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم رغبه شان تمسح الجن غيد هادو تمسح الضو دار غير اللي سكر من دنغيكا النور صحيح غير كذا يان السنه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الانسان الجن ودار نص يان الدور غير كذا زكوسو فاسينس سوز الماض نص هكذا كان المسح سواء غير اللي سنا التقشر ولا الخف اللي كان وين الجلد ولا النعلين يعني السباطنس ولا كرا الحشية ضنا اللي نغلب لاصنس يعني وقيد يجوز فلاس يمسح الانسان غير اللي سنا يخدم يلسع في الطهارة بالنسبة ورياز ولا بالنسبة يتمغار. بالنسبة المسألة اللي سنا رادس نشار كذلك وهو المسح على العمامة يعني الرزة يغلس ورياز الرزة يجوز باش فلاس يمسح هذا كل يمسح فيه 65 لانه تلاقي سلمى شقة فالنبي صلى الله عليه وسلم يرخص الى منس بالنسبه يورجاز الانسان الرزانس الرزا افلاس يمسح ما نكسى فلاس يتمسح اريد تسيل انسان امان اخلي سنا دائما سوفاسي اخلي سرا يمسح يا خمسه سرا يمسح الرزا ولكن الرزا اريد تمسح سلكيفيه هذا اريد تمسح الانسان زغا يكنزينس يمسح في الرزة نص غير في الجنب أو لا يتمسح غير في الجنب نص بلا يكنزي غير هذا في يثبتنا في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للطاقية يعني ويجوز أفلاس يمسح الإنسان لأنه رئيس للمشقة لكن الرزة يجوز أفلاس يمسح مسلم ولا بالنسبة للثمغارض يخصص الشرع من ربي تبارك وتعالى يختلس الخمار تلس الزيف التاكور تكيس يعني يجوز أفلاس تمسح الثمغارض زود ارجاز يغي مسح في الرزر تمسح ولا انت في الخمار غيك اللي تمسح في الشعر نص تمسح التوية مان غيكا ترتند
تقي الخمار ولا تتسيتي الخمار ولا العمامة وريسني تيشترط غير اللي تيشترط غ الخفين يعني قشر ولا غنعلين ولا الجوربين اتنيل سن الانسان في الطاره لانه يعني وقت ما يرفلس يمسح الانسان رفلس يمسح الانسان بلا المده بلا الطهر. من بعد ما نسبيين الكيفيه اللضوض بعض المسائل اللي سيتي على القن راه نساول ان شاء الله تبارك وتعالى في الكيفيه الغسل مانيكسا يتغتسل مسلم يعني مانيكسا يتكيس الجنابه او لا لضوء قرن مانيكسا تقوم مسلم ولا تمسلم كدايا يجهل الله مرضهتي ارتي انتفاد التقاع الى الغضب الى عدد الاغلاط بسبب الجهل ذاتي اللي الا ندار نغلب بذاتي. فالغسل يتنا يرخز تزود لضور يس اللي كان التعقيد ولا كرا الكيفيه اللي بارا اشقا مانيكسا يتغتسل مسلم زود غير اللي سيتوضا اسيتوضا يتوضا الانسان لضون زلط غير اللي سبيين الزغلول صار الخمس الا يات المساله وهو ادار النص وليس سيري ادار النص اثني التجار الاخر يعني ما يد ادي اشكال في النبي صلى الله عليه وسلم او اللي يخني السر اللي انسان غلوض وتورجيس بس لكن الاصح غير اللي يثبتنا في النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد الاحاديث انه ارتني التجي ار الاخر اريت نقول الانسان بانه ريكيس لضيم قرن ولا راه يتطهر لضيم قرن سواء بالنسبه والجاز ولا بالنسبه يتمغر. ثم اريد ذكر اسم ربي تبارك وتعالى اريد بسم الله اريد تضى لضو مزالي تغيك اللي سنه مع داي دار نصرني التجي ثم لو كان يمسحي يخفن سدي مزقان نصر دا صغماني دار اني تقى افوسنس غوركو يا سيد امان يشلي لي افوس نصغيكا يخليل اريد تخليل الشعر نصغيكا كلوت اريد تخليل من غير الشعر نصغيكا تسيد ودانس باش تكشم وامان الشعر نص كلوت اريد تعود يما ياد اريد يسن بانه كشم وامان الشعر نص كلوت كشم وامان من غير الشعر نص كلوت يعني اريد تخليل من غير الشعر نص غيكا ثم اريد تسي كرب تراوين وامان أريد في فوق عيون صغيرة يتروت يزغور تسيان ستفاسيت سوزون ثم تسكرت فوسيان ستظلمت باشا أتكشم ومن باهرة الشعر نص بالنسبة يتمغارت ولا بالنسبة يوريز وري اللي كرا الفرق المسألة هذا حتى تمغارت وخدر سيلا الشعر كفن تكرت تراوين أريد أن تفي في الشعر نص غيكا تسكشم ومن نقر الشعر نص ولكن غير الحالة اللي غطي لغا طهر الحيض ولا النفاس يعني غير تطهر الزغيده من الحيض ولا النفاس هاتي خصها بدا تفسيت مغارت شعر نص كله تفسي كله تفسي باش باهره كشم وانا شعر نص كله ولكن غير تطهر غير الطهاره اللضن مقرن بلا الحيض ولا النفاس هاتي تفي غير كرط تراوين في شعر نص كفن كرط تراوين بركه سواء بالنسبه ورياز ولا بالنسبه يتمغارت. من بعد اري الزقور الانسان تسيان ستفاسيت كله ترتي السيريت زغ ودمنس سيتنس كله تسيان ستفاسيت ارزدا ثم تسيان ستظلمت وكذلك ارتي السيريت ولا الدات زغ ودمنس سيفاسنس دهرنس ارد القعني دارنس كله تري الزقور تسيان ستفاسيت سيان تظلمت وكان غير لي تشكوات لك موامان زود بدو تيتنس يخصك تتعاهد الانسان يعني اي السما غيسليك مامان يدو تيتنس او لا المواضيع البلايص اللي ولك موامان هذا سنتي سليك مو مسلم ولا تا مسلم امان يعني ريز كور غيك ليسنا السيان ستافاسيت عاد السيان تظلمت غيك هذايا الاكمال غيك هذايا الافضل خصو النبي صلى الله عليه وسلم او لا يسير الانسان داتنس كله تسيان الدور بلايز زبور تسقيطة تسقيطة ظلمات تاتي جوز ورقيس بس ولكن غير اللي وفق السنة النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي كان الأكمل غلغوصل هو ايزقول الإنسان تسقيطة تفاسيت تسقيطة تظلمات. من بعد دو كان يكمل الإنسان يسير كل الداتنس تسقيطة تفاسيت تسقيطة تظلمات أري السري الإنسان أو كودان يغي أري التمتع يزغل بلاص اللي غيسكي الغسل سطياد يدنا أو لغ نفس المكان اللي غنيتي إبيد السر دي سي دارنس افوس دارنس افاسي السر دارنس اظلمان.
كذا جانا يتما الكيفية الغسل اللي سيتقوم مسلم ولا مسلم دوريس اللي كرا التعقيد ولا كرا التكلف ولا كرا المشقة. يعني الحمد لله الدين ربي تبارك وتعالى كل تلاقيس اليسر وريس لك المشقة ولك الكلفة باش الإنسان يتظن بأنه يخصد يسكر غير التنين العدد نولي يجهل أي اللي غنتفى العدد مسلمنا أرد انتفت وروك يتظل لي غسبتين يتمخر التيني وان كما نكسر بدا السري داغ الجنابة مات الجنابة ولا لوضو يمقرن مات لوضو يمقرن عرف لا سيتشقو علاش لأنه يظن بأنه إلا يستعقيد إلا يستكلف مع انه الحمد لله هي ميسر. يعني الانسان خمسة دقائق ولا اقل اتيرقس انت يقوم سلامرض هاتي بلا حتى كرا المشقة ولا كرا الكلفة. زود غيك المنشار غالقضية اللوضو رد المنشار كذلك بعض المسائل اللي تعلق نفس الغسل ونشكل لي سيخصة السيسي يغتسل ومان النبي انه غلوضو تقدت روت امسلم بالنسبة للغسل قدمت كستروين يعني الصعب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كتين أريد تضى سلمود أريد تغتسل الصع يعني كستروين تقريبا ومان أسريد تضى ومسلم ولا تمسلم ماشي ضروري باش تضى سلقويت ومان يعني اللي سكرني العداد من الدياسي أصل ومان ولا الكثرت ومان أرسي سن أرني تفي هاتي غنش كان غنش اللي سنة إنها فلس النبي صلى الله عليه وسلم إنه فلا ربي تبارك وتعالى لأنه هي الزغل صراف هي الزغل اعتداء غلوضو ولا غلغسل. إذا المسائلة ذات ينطبع تنبيهات من يغفل كي هذا سيطود الإنسان هذا سيغتسل الإنسان يغتسل الإنسان غيك اللي سنة يغريك شمس مكة لحرام كذلك الإنسان اللي يسير للميت يفول كي يغتسل كذلك السل عيد دوسن عرفة يقول كي يشكد بعض الصحابة أنه يقول كي يس هذا سيغتسل ومسلم يعني الأحوال ذات دي يقول كي يس أنت يتطهر مسلم لضوء إمقر يعني دخول مكة الإحرام دغسل الميت د السل عيد مثلا دوسن عرفة أنت السل جمعة كذلك وخيلا بعض العلماء اللي ينن بأنه يوجب مسلم يغتسل وسل الجمع. فالمقصود الأحوال دي فولكي بهرا ومسلم يعني سنتي تضال وضوء ينقرن. بعد ما نسبيين الكيفية الغسل نسبيين كذلك الكيفية التيمم لأنه حتى أنت تكشم من غلبها من الطهارة أي السن مسلم ولا تمسلم ما نكس يسير العبادة ذاتي. فالتيمم هي الرخصة اللي يرخص ربي تبارك وتعالى اسم جنس لأنه اسم استضعاف باسم بأنه ارتقع من بعض الأحوال اللي غير تحتاج مسلم إنه عادتين الطهارة ساعتنا ورجد ومن مثلا أو لو رسني صدر مسلم غل حال تدتي ربي تبارك وتعالى يسر في اسم ينس يخصص باش تسكن التيمم. في التيمم يخصي السنة يتما أن السنة يتما بأنه هي العبادة بأنه ربي تبارك وتعالى تشرع نوري نقص أو لا وري يتلحش اللي يستين لجر الإنسان أو لا اللي وري صحين لانه الا من التين تتسكر التيمم راه التين انت يشكي دي نقص ورزدر غد الزلاق التيمم ولا اسس سكر العبادات نو اريد تبين نقص كبيان يعني اريد تبنو غنشكل. فمسلم ولا تمسلم تيسن بانه ولا غير شرع الوضوء هذا غير شرع التيمم غير غير اللي سنا يخسر بدا اكيسيلين سين الشروط الشرط زورن وهو ادور جدومان او لا الا لومن ولكن ينغري القدر اللي باه ريحه الجال انسان يرى تنيسو نتا ولا شريان يضنا كان المخلوق يضنا ورين ما سيطو ضد كذلك. الشرط والسين وهو دا سنور يصدر الانسان يمرض ولا يكسو دا تسمريض يتيقن بانه ولا يغلف الظن بانه يخصني الطضة راه تسمريض ولا غلغسل يعني الحدث مقرن لوضو مقرن حتى نتا خصا اعتادتي يجوز الانسان اي التيمم. ما سري التيمم الانسان اري التيمم سكل وين ديك كنكال صعيد طيب كلي سينا ربي تبارك وتعالى فتيمم صعيدا طيبا ما هي الصعيد الطيب كل وين ديك كنكال هني جوز الانسان السيسي توضا يجي تزرو نغي كال نغي الرمل نغي القبص ولا اي حاجه اللي دي كان لاصنص كذا دور تغير الحال تنس زعما تقل معدن ولا تكر الاكشود ولا كر الحشيضنا
هن يجوز الانسان السيسي تضى اميري كذلك يجوز السيسي تضى الانسان يعني السيما ولا انت يجوز الانسان السيسي تضى لانه كل ما يديك لصنص يجت وكال دي غامة في لصنص وري غير ماشي زود المعدن مثلا اللي يسدوا بالنار ري غير الحوالز فالمسائل ده انتي يجوز الانسان السيسي انتي سكر التيمم ادوري تكلف الانسان مثلا ديس دي ما ياسي كرا نزرو ولا كرا التيمم يتغجيب بنس ينسي فتا ولا ينغي لا السيسي التيمم وانما اين يتيسر السيسي التيمم الانسان التيمم سيسي كان ولا زرو ولا يميري ولا رمل ولا ينا الا غير غير بالنسبه للكيفيه اللي سريت التيمم مسلم ولا تمسلم اتي الحمد لله تيسر حتى انت غير اللي نغلوضو ولا بالغسل رنا كذلك التيمم هي يسر حتى انت الحمد لله لانه يد ربي تبارك وتعالى اولا اريت نو مسلم بانه ريت التيمم غير اللي نغلوضو ولا بالغسل ثم اريتني اسم ربي تبارك وتعالى اريتني بسم الله ثم ركات الانسان فوكال ولا ازرو ولا الرمل ولا الحش الناس راه يتيمم اللي نذكر ركات سيف السنس ريتني بسم الله يتفلى صغيا يغيكال هاتي ري صواد غيف السنس اي ستي اقدرور ولا الغبار اللي لا غوكال غي الحش الناغوري لا وكال توريك وريحت الانسان كيسي صوب ثم اريد تمسح الانسان ودمنس ودمنس ينضو الزغيخ اللي سنا الزغ الشعر غير دار الشعر الزغ مزغ راه مزغ اريد تمسح الانسان ودمنس ينضو فقط دورا جيسي سكان الانسان غير اللي سكان العدد اريد تماغد غيد اريد تماغد والنس اريد تماغد دي مزغان اريد سكان العدد الاعمال اللي وريت مثل النبي صلى الله عليه وسلم اريد تمسح الانسان ودمنس ينضو غير صافي ورجس لي كرا التكلف ولا كرا التعقيد هادو كان يمسحو من سين الدور اريد تمسح يفسنس ارغيد يان الدور اريد تمسح يفوسنس غيكا يان الدور يمسح افوسنس افوسي سوفوسنس ازمض غيكا دايان الكيفية التيمم غيك اللي سنا الحمد لله تيسر وريت مسح يفسن سرغي ده تيغي كلي سكرني العدد من اي التوية فوسن سرغي اري سكر ين التعقيد اللي سوري يمر ربي ولا اللي سيوم النبي صلى الله عليه وسلم ارتين تفتر التوي ارغي يوي الدق افوسن سرغي يوني ضدنس ين سيان غيكا رسني تكا غيكا اري سكر غيك يفرقي يضدنس ارسني سكر غيكا هاتيها يترمي ضوضا نسيان نسيان ارتني تمسح غيكا يسكر ولا غيكا اي تمسح الدوا سكر نس كله غنشكا دا نوري تبت في النبي صلى الله عليه وسلم ولا غوادي يضنا راس يتعاود غد نتا يسكرس نفس الكيفية اردي التاوي ولا نتا رغيد يسكرس دا غيكا يرار دا غار دا غي تمسح نقري ضوضا نس غيكا ينسيان كله غنشكا وري تبت في النبي صلى الله عليه وسلم لكن كله تيجي التكلف يا التنطع يا خير المسائل اللي تزوين من غدين ورتنت يشرع ربي ولا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم اذا غنشكد اللي من شر الدور زورن اي التيمم اركت الانسان غيكين وزرو ولا غين وكال ولا نرمل ولا اين سري التيمم ينضر ان بسم الله يمسح دمنس ينضر يمسح فاسنس ينضر فقط الكيفيه اللي سكر من كل انت فهاد الانسان راه التيمم نصف ساعه بعض المرات راه التيمم راه غير كعلينا مي غيتزلق طورين الجماعه هان غنشكن نرسيس يوم ربي ولا يوم رسيس النبي صلى الله عليه وسلم لانت بعض المسائل اللي سلا بدات افلاس تنبهت انت السن مسلم ولا تا مسلم دغي اللي من شر الوضوء ولا الغسل كذلك التيمم ارتقع عندنا غير العدد الاغلاط غير اللي سنا الا ما تكلفنا ريت زياد غير العدد المسائل كله غنشكن هان ريت في النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه البعض من الدن الا ما نكسى التيمم غير اللي سيطد الانسان سيتيمم ما يدي الا داري العدد من الدن زرات سوالنا انت فهاد الانسان ريت التيمم غير اللي سيطد ريت كثر في يدات نس كلو تيوني وين هاد اللوضوار اسمي التعواد زول غير اللي سيتيمم ونشكد هنوري صحيح ايت ما في النبي صلى الله عليه وسلم ولا
فيوم رسيس النبي صلى الله عليه وسلم وليس كثيرين زغاء الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك بعض الأخطاء اللي توقع توقع عند المسألة التيمم إلا ما يتظنون بأنه أوريجو زي الزلس التيمم تظلت منو تظلت يعني أريكيتيني تظلت أخصصيص الزلط يعني التيمم مسرة الزلطة تظلت بمعنى أخصصي الزل الظهر أخصصي سوري الزل العصر أو لا الزل سيس الظهر العصر أخصصي سوري الزل المغرب. فما يدو داس اللي حتى كان دليل ولا كان الحج النبي صلى الله عليه وسلم راه يتخبر بانه زود التيمم زود الوضوء زود الغسل غير يجلس من نفس السيل الشرط الصافي. كذلك الزغل اخطر اللي غتوقع عن المدن انه الا ما يضمن بانه وريمكن اي التيمم راه يكشمل الوقت راه يكشمل الوقت متزلط وري التيمم راه يكشمل الوقت متزلط اللي راه يزال. فما حتى انت هي الغلط راه التيمم الانسان وقت ما يتيسر راه التيمم اريد تغمى في الطهارة ارسعت لنا داغي نقض الوضوء غيك لسنا المسائل اللي تنقض الوضوء الزغل المسائل يدنا اللي غطوق عن الدن غلغلط غلبا من التيمم انه ري التيمم ار المحال اللي غري الزل ار البلص اللي غري الزل عاد ري التيمم. فما يد حتى انت هي الغلط ممكن اي التيمم اللي نسن غل محال نس ولا ينغي لا افتوس من يدنا يزل جيسة ورجيس بس ورجيس تكرى الحش اللي اتخالفن يعني الدين اللي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختدي بعض المسائل اللي ربما تبين بأن رجس التقانية العدد من الباب التيمم من الباب الطهارة العموم. إذا نايت ما هنغي كان السيخصة السيس التوضة السيس التغتسال السيس التيمم غيك ليس غي يمر البيض غيك ليس غي يمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما غد نصروح العبادة دهتي غيك اللي يسردون ربي غيك اللي يسردون النبي صلى الله عليه وسلم باش تجي العباده يتقبل نقدر ربي تبارك وتعالى باش تظلت لنا غلي سر نكشم الطهاره هذه حتى تظلت يتقبل باذن الله غدا سيدي ربي تبارك وتعالى ام ترجو ربي ادا غينقني ولا كني الزغوي اللي طهر الزغوي اللي يحب ربي لانه سيدي ربي تبارك وتعالى ريتني ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هن ربي عز الناس واللي يتوبن واللي يتطهر واللي بدا يلين الطهاره أنا عزام دار سيدي ربي تبارك وتعالى فنتجر بدا يلقني ولا كني الزغوي اللي طهر القلوب نسن ولا النفوس نسن ولا الاعضاء نسن دابا غي ربي تبارك وتعالى نكني ولا كني الزغوي اللي يتقان الزغوي اللي يستنزغ الحوض النبي صلى الله عليه وسلم اسكي يوم القيامه ارتني التيسانس العلامه اللوضو العلامه الطهره دار نتجر ربي تبارك وتعالى ادا يوفق نكني ولا كني انقوم لعملنا لعبادتنا كل تنت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غنش كذا يصدهم ربي تبارك وتعالى أن ترجو ربي تبارك وتعالى أداغي يتجاوز أفلاغي يتجاوز لكني ولا كني غير اللي غنقصر غير اللي غنخطاط غير اللي غنقص إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.